ام ازيك حبيبه يا من القاهره. دكتور؟ سلام عليكم يا ام حبيبه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. دكتورة حضرتك سامعاني؟ سامعاكي كده، اتفضلي أنا بحبك في الله جدا يا دكتورة والله، يعني سبحان الله احبك أنا دايما بذكرك في دعائي وربنا بيذكرني بيكي الله. دايما لما باجي أدعي. والله اجدع والله حاجه يا سمعتها دكتورة أنا النهارده. جزاك الله من خير. كتر حبي في حضرتك إن أنا بعمل يعني بحاول أقلل طريقة خمارك كمان، بحبك الله في الله جدا جميل. والله. احنا عايزين نعمل حفله للناس اللي الله لبسهم حلو دول، يكرمك ان يا شاء الله دكتورة، نفكر كده في فكره ربنا باذن الله. يرضيك يا رب العالمين. الله يكرمك. أنا مشكلتي بعيد عن موضوع الحلقة، طبعا انا بس يلك. أنا حابة أستشير حضرتك جدا، يعني بقالي كذا مرة بحاول أوصل لحضرتك. طب الحمد لله وصلنا، يلا بسرعه قولي. الحمد لله. الله طيب يكرمك. هو أنا زوجي، هو مش مشكلتي معاه إن هو بيتكلم في التليفون كتير مع بنات أو كده، يعني أنا حاولت معاه كتير جدا 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 بكل الطرق، يعني كل حاجة عرفتها حاولت معاه فيها وجربتها برضه ما فيش فايدة، بنوصل لنقطة الصفر تاني. يعني أكتر حاجة ما كنتش متخيلة أنا أعملها إن أنا ممكن أسيب البيت خالص وأمشي، وفعلا عملتها وبرضه وعدني بعدها خلاص وآخر مرة ما عادش هيحصل والكلام ده كله، وبرضه فوجئت بعدها فترة قليلة جدا إن برضه رجع لنفس المشكلة. طيب فأنا ما كنتش عارفة أعمل إيه. قولي لي الأول، عمر زواجك كام يا أم حبيبة؟ 4 سنين، ومن ال4 سنين دول بحاول يعني من بعد الزواج على طول. من بعد الزواج. في أولاد ما بينكم؟ في أولاد. طيب قولي لي يا أم حبيبة دلوقتي، الكلام اللي أنت شفتيه ما بينهم، هل كلام فون وشات ولا تعدى لمقابلات وحاجات تانية؟ لا لا، هو كلام شات وممكن يعني مكالمات تليفون وكلام غزل وحب وكلام فاضي ده يعني. طب تتوقعي وده ظن والا اذا كان عندك يقين حقيقي، اقصى حاجه وصل لها في الموضوع الايه؟ الشات وخلاص، كلام وبس، ما بيوصلش لعلاقه في خلال التليفون او كذا، مجرد كلام وحواديت؟ بصراحه دكتوره ده مش عارفاه، وبصراحه يعني مش عارفه، بس لا ان شاء الله يعني ما تعرفيش ممكن ما يكونش توصلي. وصل لده علشان انا مش مقصره بيعتبر، يعني مستحيل. انا حتى بقول له يعني انا ما انش عارفه اقصد فيه، ما انش عارفه اعمل ايه، طب قولي اتصرف ازاي، اساعدك ازاي، قولي ازاي اسامحك حتى يعني عشان طيب نكمل قال حياتنا. لك ايه؟ جميل اللي انت بتقوليه ده من اساليب الحل. قال لك ايه لما قلتي له كده؟ قال لي هو كل مره نفس الرد، دي اخر مره، ما عادش هتتكرر، ما عادش هتحصل، حاجات من دي، طب سالتيه انت وده عاوز وعد ايه وكل وازاي ده. ازاي يعني ليه بتطلع بره؟ سالتيه السؤال ده؟ بقول لي ضعيفه. نفس ضعيف. طب اسمعيني اسمعيني يا ام حبيبي، سؤال العصر ومشكله العصر، ندعو الله سبحانه وتعالى يمن على الامه يا رب بالستر والعفه والطهاره، اللهم امين. الزوج اللي بيشيت مع بنات وبيأذي زوجته وبيأذي نفسه قبل ما بيأذي زوجته، احنا قلنا يعني الكلام في الموضوع دوت هو يعتبر بتحسبوه هي بتقول لك يندرج تحت الخيانات، وخني وسبني وعملني والكلام ده، خلينا نفصله شرعي. هو في حكم العاصي المستتر اللي واجب علينا احنا له حسن النصح والارشاد، هو ده الامر، هو عاصي مستتر. طب انت انكشف مره ومعلش غلطه وهعمل نساعده عشان ما نكونش عون للشيطان. بصي يا بنتي، ان كان في صفه الكلام والشات والكلام ده، انا مش عايزه اقول لك البنات بتعمل، انا مش عايزه اقول لك الكلام الشات اللي مثلا تقولي قولي واحده زي دي اسيبها؟ يعني واحد بعت لي سكرينات بيقولي واحده بتشوف وصلت لايه، شوفي بعت لي لايه، فانا ضعفت، وده مش ضعف، لان انا ممكن افكر بعد كده، ممكن يفكر بعد كده انه يرتبط بيها. حاجات فظيعه جدا، يعني واصلين للتدرج في الكلام كانها علاقه مصوره حقيقيه، وبعدين تقول يقول لها ده حقيقي، تقول له لا ده مش حقيقي، ده كلام مستمر. تخيلي شوفي مدى الفتنه قد ايه. وطبعا الكلام عشان بس انا مش ببرر له، اوعي تكوني فاكره يا ام حبيبه ان انا ببرر له، لا، واي وضع حتى لو كان استغفر الله التقصير منك وندعو سبحانه ما يكونش في تقصير، اصله انت قصرتي فهو طلع، لا 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 لا، لا تزر وازره وزر، كل نفس بما كسبت رهينه. ومش معنى حتى لو في تقصير ولا في حاجه يبيح للعبد استبراء المعصيه وانه يعصي ربنا في الكلام ده، لكن انا عايزه بس اصور لك الدنيا بتمشي ازاي. تدرج غير طبيعي واغواء غير طبيعي اللي ورا الشاشات، أكثر جرأة
من اللي في الصوت، اللي في الصوت يبقى عارفه انت كده جرأه اقل شويه، وبعدين خلاص ادم وصل ليها، خلاف الكلام اللي بيتقال في اللقاء المباشر. فورا الشاشات دوت له سمع صوت ولا شايف صوره، مجرد كلام ما بيقول لك الكلام ببلاش كتر منه، مع ان الكلام ابو بلاش ده يهوي به الى نار جهنم والعياذ بالله. ابن القيم متكلم عن الامر ده بالذات وقال انه زنا، مجرد اشراق احد في القلب، هوى نفس، دي شهوه وهوى نفس، المفروض عليا ادفعها. انا ما بقولش الدنيا ما بتجيش وبيجي اغراءات وبتيجي، لا هتيجي، ولكن انا كعبد مسلم مؤمن واجب عليا ان انا ادفع الامر ده. طيب ضعف، معلش نستحمله، اكيد في كذا حاجه، بيحب الله، عارفه لو هو مش كويس كان هو كده، اذا كان عاجبك انت واللي هو عاجبك عاجبك، مش عاجبك مع السلامه، الباب يفوت جامع، انا دي فلانه وفلانه وفلانه وفلانه. الحاجه الثانيه اللي انا عايزاك تبقي عون يعني مع يعني مع الخير ومع النصح الخير للزوج، ما تبقيش عون للشيطان عليه، لا انا انصحك واصبر عليك، هو حسابه عند ربه. تاني الناس الزوجات بيزعلوا من كده، والله حساب مش احنا، مش انت كزوجه وكده، اه صحيح بتزعلي وبتنكسري وبتتقسمي وبتبقي حاسه فعلا انه خان وكذا، وازاي يطلع وانا محافظه على بيته وانا الطاهره الشريفه العفيفه اللي محافظه على بيته وعياله، وهو طالع بره يعمل كذا وكذا وكذا. معاكي وانا لا انكر عليك الاحساس الحزن، ما اقدرش اقول لك انا مش واقعيه لو قلت لك كده، ولكن اعمل ايه؟ هو ده احنا عندنا دلوقتي، عندنا ابتلاء وعندنا معصيه، واحنا نعينه انه يعمل توب يا ابني لربنا سبحانه، الله سبحانه وتعالى يقبل التوب. دوت حرام الكلام يجي في عيالك، يجي في زوجتك، يجي استغفر الله في كذا، اترضاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك لاختك لا يا رأي يا رسول، والله لا ارضاه. خلاص وكذلك الناس لا يرضونه، لا يرضونه لبناتهم، خلاص. وبرضه الناس مش بترضى الكلام ده لنسائها، وانت تعفف حتى ياتيك التعفف والتقوى وتدفع الامر ونستغفر الله. عاد تاني ذكري بالله، ما تحسسوش انك عرفتي، ولكن لما تلاقيه فتره في علاقه جديده وداخل تاني عمل. انا عارفه ان الكلام ده بيزعل، والله بيزعل، ولكن اللي عايزه تحافظ على زوج، مش تبقى اللي بره صائدات الرجال هي اللي فازت بزوجك يا بنتي، ومش يبقى بره اللي بتعمل علاقه كذا ونسيبه لشيطانه ويبقى كده. لا والله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انا يعني 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 يعين اصحاب اللي هو احنا الاصحاب ودين الاصحاب الناس كلها للامه كلها وللمسلمين وغير مسلمين انهم يبعدوا عن النار، انت ما تكونيش دافع له. طب ما هو اللي غلطان هيتحاسب، طب اعمل ايه؟ اشوف انا اجيب ورق واقعد معاه. بص يا ابن الحلال قول لي كده ايه الحاجات اللي انت ممكن في وقت فراغك تعملها خلاف الشات على الموبايل، ما هو لازم له يعني لازم له حاجه يعني. شوف ايه ممكن شغفك، ايه ممكن حاجه تنميها، تنزل تعملها، تنمي مهارات، تعلي سيفيك، تتعلم عن الله، ايه اللي ممكن حاجه زي كده. ايه الوقت اللي بيبقى فيه كده؟ وقت وانت نايمه، وقت وانت حائض، وقت وانت نفساء، وقت وانت عند اهلك، ايه الوقت؟ ايه الوقت اللي هو بيحصل فيه الكلام ده؟ حاول اشغله بحاجه بديل، احلال وابدال على طول. اشركه شويه يا حبيبتي، اشركيها يا حبيبتي في امور البيت والاولاد، روح يا ابني هات ابنك من كذا وروح واعمل ابنك كذا، مش انت شايله الليله كلها على دماغك وشايله الحاجه ومفضيه له الدنيا، فقاعد باشا، قاعد فاضي يعني، دي بقى تيجي ودي تروح. والدعاء، الاستعانه بالله سبحانه وتعالى في الامر ده، يا رب اللهم طهر قلب زوجي، اللهم اغفر له ذنبه، اللهم ابعد عنه نساء الدنيا كلها، انا بس يا رب ما اشوفش غيري انا بس. ادعي بالدعاء واستعيني وكده. ما قدرتيش عشان ما تقوليش لا ما قدرت، مش قادره ولا قادره استمر مع واحد. اولا قرار، انا بقول قرار الانفصال في وضع لسه في بدايته ممكن يأتي منه والراجل معترف بكذا قرار خاطئ، ما تسيبوش البيت، ما تنفصلوش، وحاولوا. مش قادره وحاسه تقول لك ما اقدرش، البيت اللي دخل فيه واحده غيري والكلام اللي اتقال وما قدرتش، حاولنا معاها بشتى الطرق ما قدرناش، خلاص وطلبت الانفصال وانفصلت. في نفسيه تستطيع وفي نفسيه لا، ده في اولاد والراجل فيه صفات تانية كويسه، وقع ما نبقاش ذبيحه بقى خلاص يعني احنا والدنيا والهوى، لا لا. وادعي ربنا سبحانه وتعالى يرزق ويرزق قلبك العون والصبر والإمداد انك انت تعيني وتبقي سبب في إصلاحه، اللهم امين يا رب.